السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات التعليم الصناعي، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا في بيتنا مدرسة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في مادة الآلات، هنستكمل ما درسناه سابقا من ماكينات التبخير. هنشوف النهاردة أنواع ماكينات التبخير المختلفة. بدأنا في الحلقة السابقة في البداية في أول نوع، هنبدأ نستذكر مع بعض إيه هي عمليات التبخير ونكمل اللي احنا بدأناه إن شاء الله. ماكينات التبخير زي ما احنا قلنا هي الماكينات اللي بيتم فيها تثبيت للأقمشة بعد عمليات الطباعة. بعد عملية الطباعة بتدخل الأقمشة بتاعتي إلى ماكينات تسمى المبخرات أو ماكينات التبخير أو ماكينات الاستيمر التي تعمل بضغط التي تعمل باستخدام البخار المسخن، طبعا سواء كان مشبع بالهواء أو كان هذا البخار جاف. عندي العدد عديد من أنواع الماكينات هنبدأ نتكلم فيها بالتفصيل. عرفنا الحلقة اللي فاتت البخار، وعرفنا أن البخار هو تحويل الماء من الحالة السائلة العادية اللي احنا بنشوفها بعد درجة الغليان، بيتحول معايا إلى الصورة الغازية وبيديني بخار الماء، وده طبعا بيتم عند درجة حرارة 100 مئوية. وكمان عرفنا ان عملية التبخير هذه العملية بتقوم على تثبيت الطباعات الموجودة على الأقمشة عن طريق عمل صباغة موضعية في الأماكن اللي بتتم فيها الطباعة. طرق التبخير عندي كان ليها أكتر من نوع. التبخير أولا هو التبخير المتقطع أو الغير مستمر. التبخير المتقطع أو الغير مستمر كان لي عندي نوعين زي ما احنا عارفين. بدأنا بالنوع الأول اللي هو ماكينة النجمة اللي احنا اتكلمنا عنها. النوع الثاني هو التبخير باستخدام الماكينة اللي هي تايب دي اتش أو الماكينة التبخير المعملية اللي بتستخدم لتبخير القطع. ده بيستخدم في تبخير الغير مستمر، معنى انه غير مستمر يعني لا يستخدم للأقمشة على هيئة أتواب متصلة، بل انها بتكون اجزاء. في ماكينة النجمة بيتم ملء الماكينة بكمية محددة من الاقمشة، بعد كده بتخرج، بعد كده بدأ ازود الماكينة بكمية اخرى من الاقمشة. وكذلك الماكينة الدي اتش اللي هي الماكينة المعملية بتقوم بعمل تثبيت لاجزاء محددة وليس للطريقة المستمرة او الاتواب المستمرة. الطريقة الأخرى اللي هي طريقة التبخير المستمرة، طريقة التبخير المستمرة هندرس ليها ثلاث ماكينات. الماكينة الأولانية هي ماكينة التبخير ذات الأسطوانات العلوية والسفلية. الماكينة الثانية هي ماكينة اللي بتكون على شكل برج أو بنسميها تاور ستيمر. الماكينة الثالثة اللي هنتكلم عنها اللي هي ماكينة الفستون في طريقة التبخير المستمرة. يعني إيه طريقة تبخير مستمرة؟ يعني هيتم عملية توصيل للأتواب المطبوعة ودخول الأقمشة على الماكينة بصورة مستمرة، يبقى فيها الإنتاج بيكون مستمر وليس متقطع في هذه الماكينات الثلاثة. النوع الأخير عندي اللي هو التثبيت بواسطة التحميص. التحميص، ما معنى التحميص؟ يعني هيكون هواء مسخن غير مشبع ببخار الماء اللي عرفناه سابقا. هنفتكر مع بعض بسرعة اللي احنا قلناه في ماكينة النجمة. ده شكل الماكينة عندي، هنستذكر مع بعض شكل المكنة. اتفقنا ان شكل النجمة ده بيتم رص القماش على العصيان اللي موجودة في هذه الماكينة. بنبدأ نلف الأقمشة، بتبقى متدلية على العصي الموجودة في الحامل، لا يوجد تلامس بين الأقمشة طبعا. بعد كده بنبدأ بالخطاف اللي موجود في نص الماكينة، بيبدأ يحمل الجزء الحامل للقماش المراد تثبيته، وبنبدأ ندخله إلى الماكينة اللي هي شكلها مغلق زي ما احنا شايفين كده اللي اتكلمنا عن كل أجزائها. الماكينة دي بتفتح من الأسفل، ماكينة التبخير اللي هي النجمة بتفتح من الأسفل، يعني مدخل الماكينة من أسفل الماكينة، بيفتح هذا الغطاء وبتبدأ تدخل الأقمشة بالخطاف اللي احنا شايفينه، بيبدأ يحمل الأقمشة اللي هي واخدة شكل النجمة مثبتة على العصيان، وبيبدأ يدخل كمية محددة من القماش داخل هذه الماكينة.
وعرفنا طبعا ان السطح لازم يكون عندي مسخن. ليه السطح عندي لازم يكون مسخن؟ لان بخار الماء طبعا زي ما احنا عارفين بيتصاعد لاعلى. لو سطح الماكينه او سقف الماكينه عندي سطح بارد، هيتم تكثيف لبخار الماء وعمل قطرات من الماء. طبعا قطرات الماء دي بتكون تسبب ضرر للاقمشه، هتبوظ عندي الطباعه اللي موجوده. يبقى انا بدايه العمل عندي ان انا بسخن سطح او سقف الماكينه. سقف الماكينه بيسخن عندي بواسطه سربنتينات، هذه السربنتينات بتزود بماده الجليسرين، ترفع فيها درجه الحراره، وذلك حتى لا يتم عمليه تكثيف لبخار الماء عند رفع الحراره. اي بقى بدايه العمل ان انا برفع الحراره في سقف الماكينه، بعد كده بوصل درجه الحراره زي ما انا طالبه في الماكينه. طبعا بنوصلها ل 100 درجه او 102 درجه مئويه عشان يتم عمليه التبخير للاقمشه. الاجزاء اللي كانت تتركب منها المكنه هنقولها مع بعض سريعا، طبعا احنا اتكلمنا عنها الحلقه السابقه. المكنه كانت بتتكون من الهيكل العام للماكينه، الهيكل الخارجي اللي هي بتبقى شكلها زي الغرفه زي ما احنا شفنا كده، وطبعا دي بتكون بيدخل الجدران بتاعتها مانعه لتسريب اي حراره من الداخل، هي دي اللي بيبدا يدخل عليها الاقمشه اللي هتتلف على شكل النجمه. عندي الجزء الثاني اللي هو الجزء اللي بيحمل الأقمشة، هذا الجزء اللي بيحمل الأقمشة اللي هو بترص فيه القماش على شكل نجمة، وبيبدأ يدخل إلى داخل الماكينة لتتم عملية التبخير للأقمشة المطبوعة. طبعا زي ما اتفقنا ان احنا لازم نراعي عدم تلامس اي جزء من اجزاء القماش مع بعضه. الجزء الثالث عندي هو هويات ضبط البخار، طبعا عشان اظبط درجة البخار اللي موجودة لازم تكون منتظمة علشان يحصل عملية انتظام وتساوي في تثبيت اللون. طبعا لان لو حصل عدم انتظام في درجات الحرارة او في درجة الضغط بتعمل معايا طبعا مشكلة في تثبيت الالوان وفي زهاء الالوان اللي هنحصل عليها. عندي سقف الماكينه، سقف الماكينه ده ما اتفقنا هام جدا في اي ماكينه تبخير، سقف الماكينه بيزود بسربنتينات، هذه مزوده بماده الجليسرين، بتعمل ايه زي ما اتفقنا؟ بترفع فيها درجه الحراره علشان ما يتمش حدوث اي تكثيف لبخار الماء داخل المكنه. كان برضو من اهم المكونات عندي هو غطاء الماكينه. الغطاء طبعا زي ما احنا اتفقنا بيكون اسفل الماكينه، يبقى غطاء ماكينة النجمة منين؟ من الأسفل. بيفتح هذا الغطاء عشان نبدأ ندخل الأقمشة عن طريق الجهاز اللي هو مثبت في سنتر أو في منتصف هذه الماكينة. طبعا عندي آلة الرفع زي ما قلنا اللي هو الخطاف المتدلي في منتصف الماكينة اللي بيرفع الأقمشة ويدخلها داخل الماكينة. وعندنا طبعا اجزاء ملحقه بالمكنه، احنا عارفين اي ماكينه تبخير يبقى انا لازم اتابع مقاييس عندي وعدادات بقيس بيها الضغط، بقيس درجه الحراره، بقيس الرطوبه، بقيس الوزن، بعرف البخار اللي واصل للسطح او داخل الاقمشه ودرجه الضغط بتاعته، كل دي عدادات لازم تكون متابعه جيدا اثناء عمليه تشغيل المكنه. طيب هنبدا النهارده بقى ان شاء الله نتكلم عن نظريه تشغيل ماكينه النجمه. نظريه تشغيل الماكينه بتعتمد عندي على طرد الهواء اللي موجود داخل المكنه، ودي اهم عمليه بتتم. يبقى انا بدايه عشان ابدا عمليه التكفيف او اسفة تبدا عمليه التثبيت او التبخير للاقمشه المطبوعه في الماكينه، اول حاجه بطرد كل الهواء الجوي اللي موجود في الماكينه، بعد كده ببدا ارفع درجه الحراره وابقى ازود الحراره لغايه ما توصل للدرجه المطلوبه. بوصل بدرجه الحراره الى درجه 102 درجه مئويه. من هنا نبدا نحسب الزمن اللازم لتثبيت الاقمشه. نشوف مع بعض. يبقى انا عندي هنا نظريه التشغيل. نظريه التشغيل تقوم نظريه التشغيل لماكينه التبخير الغير مستمره زي ما اتفقنا او ماكينه النجمه عن انها بتطرد الهواء الجوي في بدايه التشغيل. بعد كده بنبدأ نرفع درجة الحرارة داخل الماكينة
حتى تصل إلى الدرجة المناسبة لاستنفاذ كامل الصبغة الموجودة على سطح القماشة. طيب طريقة التشغيل بقى، إزاي أشغل هذه المكنة؟ بيقول لك أول حاجة قبل التشغيل أنت لازم تعمل مراجعة على كل الأجهزة القياسية، زي ما قلنا الأجهزة القياسية الملحقة بالماكينة لقياس درجة الحرارة، لقياس الضغط، لقياس درجة الرطوبة، كل هذه الأجهزة. يبقى أنا أول حاجة عندي خالص قبل تشغيل الماكينة رقم واحد قبل التشغيل التأكد من سلامة جميع أجهزة التحكم. بعد كده ببدأ أتأكد إن البخار اللي بنحطه لسقف الماكينة هو ده أول حاجة بتشتغل معايا، يبقى أنا أول حاجة بسخنها اللي هو سقف الماكينة. يبقى أنا عندي في طريقة التشغيل أول نقطتين، النقطة الأولانية إن أنا براجع على جميع أجهزة التحكم وأجهزة القياس المساعدة عندي للمكنة، بعد كده أبدأ أطمن إن البخار بدأ يوصل للسربنتينات الموجودة في سقف الماكينة عشان يتم عمل تسخين ليها عشان أمنع تماما تكثيف بخار الماء. بعد كده هتأكد ان انا طردت الهواء الجوي، الهواء الجوي اللي موجود داخل الماكينة بطرده بالكامل، بسحبه بالكامل، وذلك قبل اني اغلق الفتحة. انا بدخل القماش بطمن تماما ان انا طردت الهواء من داخل الماكينة. وبعد كده طبعا خروج الهواء ده بياخد معايا وقت، خروج الهواء ده ممكن يستغرق معايا 20 دقيقة. أو لما بيخرج الهواء الجوي وبنبدأ نسخن السطح، وبعد كده نبدأ نسخن الماكينة ونجعل الماكينة مملوءة ببخار الماء. طبعا ده في درجة حرارة زي ما اتفقنا 101 اللي هي بنوصل درجة حرارة الماء للغليان، بعد كده يبدأ تتصاعد الماء على هيئة بخار ماء. يبقى أنا أول حاجة زي ما اتفقنا هنعمل إيه؟ هنتابع أجهزة التحكم، بعد ذلك بعد أجهزة التحكم أسخن سقف الماكينة، بعد ما أسخن سقف الماكينة هبدأ أطرد الهواء الجوي تماما من داخل الماكينة. رقم 4 أبدأ أرفع درجة الحرارة ل101 وبالتالي نحصل على البخار اللازم لعملية التثبيت. طيب خامسا هتبدأ معايا في حساب الزمن. أحسب الزمن إمتى؟ أحسب الزمن بعد وصول درجة الحرارة إلى 101، بعد وصولها لدرجة الغليان، بعد ما أوصل لأن الحرارة وصلت لدرجة الغليان وتم تكثيف البخار داخل الماكينة، هنا نبدأ نحسب الزمن اللازم لاستنفاذ الصبغات. طبعا كل صبغة حسب نوعها وحسب نوع الأقمشة اللي مجري طباعتها، تمام. بعد كده أما أنتهي من الزمن اللازم لعملية التبخير كده خلصت معايا تبخير الأقمشة وتثبيت اللون على سطح الأقمشة. هبدأ أعمل إيه؟ هفتح المكنة مباشرة؟ لا، ما أقدرش أعمل كده، ما أقدرش أفتح المكنة مباشرة، بل إني ببدأ أفتح الهوايات بتاعة البخار قبل فتح الماكينة. ليه الكلام ده؟ المكنة بتكون عندي كأنها جهاز ضغط، وده طبعا لقوة شديدة جدا ممكن يحدث إصابات لا قدر الله، فأنا ما بقدرش أفتح المكنة بشكل مفاجئ لأن الضغط داخل المكنة بيكون كبير جدا. فأنا أول حاجة بعملها بعد انتهاء الوقت، بعد خلاص تمام عملية التحميص أو عملية التبخير، ببدأ أني أفتح هوايات البخار عشان يبدأ البخار يخرج عندي خالص من داخل الماكينة، تهدى الماكينة، بعد كده أبدأ أفتح علشان أخرج القماش وأبدأ لإتمام عملية أخرى. طيب بعد الانتهاء من عمليات التبخير، طيب يجب ترك الأقمشة قليلا، ما اقدرش ابدأ اخدها مباشرة وابدأ عملية اللف، انا بسيبها وقت في الهواء الجوي. طبعا لو انا صبغة صبغات احواض، زي ما احنا عارفين ان صبغات الاحواض لازم تتعرض للهواء الجوي عشان تتم عملية الاكسدة وتثبيت الطباعة زي ما احنا عارفين، فبنسيب الاقمشة قليلا بعد الانتهاء من عملية التبخير، وخصوصا لو انا بصبغ بصبغات الاحواض. طيب ماكينة النجمة في بعض الحاجات اللي انا لازم اراعيها وانا بشغل مكنة التبخير
باستخدام ماكينة النجمة اللي هي الماكينة الغير مستمرة، عندي بعض الظروف الواجب مراعاتها في تشغيل هذه الماكينة. قبل ما اشغل الماكينة لازم زي ما قلنا اتأكد من صلاحية جميع اجهزة القياس، كمان لازم اتأكد من درجة الحرارة، ما اقدرش ابدأ عملية التثبيت الا لما اتأكد ان درجة الحرارة واصلة للدرجة المطلوبة، سواء كانت درجة حرارة سقف الماكينة او درجة الحرارة داخل الماكينة. ثالث حاجة يجب التأكد من اجهزة قياس درجات الرطوبة زي ما قلنا، كمان يجب التأكد من أجهزة التحكم في الصمامات اللي هي صمامات الأمان. إيه صمامات الأمان دي؟ اللي هي بترفع أو بتخفض من حركة الأجهزة، لازم نبقى مطمئنين جدا على كل الأجهزة. يبقى أنا براجع على كل أجهزة القياس زي ما اتفقنا، كمان لازم أتأكد أن تم طرد الهواء الجوي من الماكينة قبل ما أبدأ أقفل فتحة الماكينة، بيخرج الهواء الجوي تماما. طبعا بداية التشغيل زي ما قلنا ما بقدرش أدي الزمن اللازم إلا بعد وصول درجة الحرارة إلى 101 درجة مئوية، من هنا أبدأ أحسب الزمن للقماش في إجراء عملية التبخير. يجب عندي كمان ان انا الحوامل اللي بيرتكز عليها القماش دي لازم اراعي انها متثبته كويس جدا جدا جدا، عشان ما يحصلش ان اي حامل منهم يسقط من مكانه او يتحرك من مكانه فيحصل التصاق للاقمشه مع بعض. لو حصل التصاق للاقمشه داخل المبخره بعد تعرضها للبخار، طبعا اللون زي ما قلنا احنا متفقين ان الطباعة هي عبارة عن صباغة موضعية، انا بعد الطباعة بعمل عملية تجفيف بدخل القماش جاف تماما، بس القماش بعد ما يتعرض لبخار الماء هتلاقي القماش رجع تاني الى حالته المبلول او الحالة الرطبة اللي كان عليها قبل عملية التجفيف. ليه بيحصل ده؟ بيحصل ده عشان تتم مرة اخرى كأن المنطقة المطبوعة يتم حدوث فيها صباغة موضعية. إذن القماش في هذه الحالة بتكون الألوان فيه طرية، لو حصل تلامس بين أجزاء القماش بيحصل معايا تلطيش في الرسومات. يبقى أنا عشان أتلافى تماما هذه العملية بعمل إيه؟ براعي إن تثبيت الحوامل المركز عليها القماش يكون جيد جدا عشان ما يحصلش أي تلامس للأقمشة مع بعضها. طيب كمان براعي تزويد الجليسرين، زي ما قلنا الجليسرين ده بي 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 بحطه في السربنتينات المثبته في سقف الماكينه، ودي اللي بترفع درجه حراره السقف عشان اتلافى زي ما اتفقنا عمليه التكثيف. تمام. من اهم برضو الماكينات اللي مستخدمة في عملية التثبيت هي ماكينة التبخير المعملية اللي هي تايب دي اتش. ماكينة التبخير المعملية اللي هي تايب دي اتش بتكون ماكينة صغيرة الحجم، بتكون بتتم فيها التثبيت لعينات صغيرة للأقمشة وليست أتواب، بيكون فيها زي رف صغير بيوضع عليه القماش المراد تثبيته ودخوله الى الماكينه لياخذ وقته اللازم وبيخرج وبنبدا نضع باقي الكميه. ماكينه التبخير دي تستخدم فيها نوعين، النوع الاول بيشتغل ببخار غير مباشر، اما النوع الاخر فهو بيشتغل ببخار مباشر. الماكينه دي ليها نوعين حسب نوع البخار المستخدم فيها، إما يكون بخار غير مباشر أو إنه يكون بخار مباشر باستخدام الضغط الجوي. طريقة تشغيل المكنة بتبقى خطوات بنتبعها حتى يتم عملية التبخير. أول حاجة خالص بيقولك بيتم التبخير داخل الماكينة المعملية اللي هي دي اتش بالبخار المشبع. طبعا اي بخار يبقى انا بوصل لدرجة حرارة فوق 100، يعني بنوصل ل 101 او 100 و200، مع تبخير في درجات حرارة مرتفعة بتوصل ل 250 درجة مئوية. بعد كده بعمل عملية تجفيف ومعالجة واعداد بعد ذلك مع مراعاة الفراغات الخاصة بالماكينة. طيب
لازم اعدل معايا مرور الهواء للوضع زيرو. طبعا زي ما اتفقنا قبل بدايه عمليه التبخير لازم يكون خروج الهواء الجوي بصوره تامه، يبقى انا لازم مرور الهواء يكون في الوضع زيرو حتى احصل على تثبيت جيد للاقمشه وما يحصلش معايا اي اختلاف في الالوان او في تثبيت الطباع. بعد كده بفتح صمامات الماء. يبقى انا بعد ما اتاكد تماما ان انا قفلت مصدر الهواء ومفيش اي دخول للهواء داخل المكنه، ابدا افتح صمام الماء كمصدر ليه، وبعد كده بغلق البلوعه عشان طبعا املي مستوى الميه المسموح به للتشغيل. بزود الماكينه بالماء طبعا عشان ابدا ارفع درجات الحراره واحصل على البخار المطلوب. بعد كده بفتح الصمام بتاع تسخين السقف. اتفقنا اول حاجه بنسخنها بيكون سقف الماكينه. نفس الموضوع، التكنيك واحد في كل ماكينات التبخير ولكن مع اختلاف النوع او الشكل بتاعها، بس الفكره واحده. الفكره هي تعريض الاقمشه الى بخار ماء حسب نوع الصبغات المستخدمه. في صبغات بتحتاج معايا بخار مشبع، في صبغات بتحتاج معايا هواء ساخن او محمص. يبقى كل الاختلاف اني اظبط البخار بتاعي ودرجه الحراره والوقت اللازم لكل قماش او لكل صبغه. لكن في ظروف ثابته زي ما احنا متفقين. ايه هي الظروف الثابته؟ ان دائما هذه المكنه هي مكنه مغلقه. اول حاجه في كل الماكينات هتلاقي كل الماكينات مغلقه، الضغط فيها بيكون شديد، ما اقدرش افتحها بعد الانتهاء فجائي. كمان ما اقدرش اتابع عمليه التبخير وهي بتحدث الا من خلال شاشات خارج الماكينه. انا ما اقدرش اوصل للماكينه من الداخل او اقدر اشوفها الا بمجرد بس شبابيك صغيره في الماكينه بتقدر تشوف فيها ايه اللي بيحصل داخل الماكينه. تمام، عشان كده انا بقفل على القماش بزمن وقت معين. يبقى انا لازم كل الاهتمام باني اراعي الاصول او اراعي التعليمات المطلوبه من ضبط درجه الحراره وضبط البخار وضبط الضغط وضبط الصمامات الامان. كل الحاجات دي من اهم الحاجات التي يجب مراعاتها قبل تشغيل اي حاجه او اي اقمشه في هذه الماكينات. طريقة التشغيل تقريبا برضو واحدة في الكل، ان انا ببدأ بتسخين السقف او اعلى الماكينة عشان ما يتمش عمى وجود اي قطرات مكثفة من الماء داخل الماكينة، وبحافظ على القماش من التلامس جوه المكنة. دي اهم حاجات بقدر اعملها عشان احصل على تثبيت جيد. يبقى انا بعد كده بفتح زي ما قلنا صمامات التسخين للسقف زي ما عرفنا علشان اعمل تسخين جيد ليه وما يحصلش اي تكثيف، مع تسخين البلوعة بالبخار الغير مشبع. بعد كده بعمل غلق لقنوات الهواء المستنفذ مع الضغط على مفتاح التشغيل حتى انتهاء الوقت اللازم للتبخير. طبعا بعد وصول درجة الحرارة الى الدرجة المناسبة ببدأ اشوف الوقت اللازم. بفتح صمامات البلوعة عشان ابدأ بقى افرغ المية، ده طبعا بعد ما خلاص حصلت على البخار والوقت اللي انا محتاجه. خلاص ببدأ افرغ المية اللي موجودة عندي في اسفل مكنة التبخير مع فتح صمام البخار طبعا للسيطرة على الرطوبة، وفتح قناة العادم مع تشغيل المروحة والحرارة لتسخين الهواء. طيب بعد انتهاء الوقت المحدد بتاعي اللي انا محدداه حسب نوع صبغتي ونوع القماش اللي انا مستخدماه، بيتم خروج البرواز اللي هو ثبتنا عليه العينه او ثبتنا عليه التيشيرت، هي بتستخدم لطباعه تثبيت طباعات القطعه. بعد كده بيخرج القماش اللي تم تبخيره، الفريم بيخرج اوتوماتيك او البرواز بيخرج اوتوماتيك. بعد التجفيف بتتم معالجة عند درجة حرارة 250 درجة مئوية
بنفتح صمامات ومخرج البلوعة لتفريغ الماء الموجود أسفل المبخرة وقفل صمام الماء الداخل للمكنة، خلاص ما بقاش في داعي لدخول الماء، وقفل صمام البخار وفتح صمام العادم قليلا طبعا عشان يتم تسريب البخار او الضغط الموجود داخل الماكينه. بعد كده بأظبط درجه الحراره المطلوبه طبعا مع تشغيل المروحه وتثبيت العينات حتى انتهاء الوقت اللازم لعمليه التبخير. بعد ذلك يتم خروج برواز القماش زي ما اتفقنا اوتوماتيك من الماكينه، وبكده بيكون القماش تم تبخيره في الماكينة المعملية. ده بيكون شكل ماكينة التبخير المعملية، الجزء اللي عليه قطعة من القماش اللي هي لونها أحمر دي هو ده الفريم أو الإطار اللي بيخرج من الماكينة أوتوماتيك بعد تمام عملية التبخير. كل حاجة بتكون زي ما احنا شايفين باستخدام الأجهزة الإلكترونية، كل حاجة ليها أجهزة قياس بيتم ضبط حسب لوحة التحكم، بنظبط كل الدرجات وبنظبط تشغيل المكنة، وبعد كده الفريم بيبدأ يدخل إلى الماكينة تتم العملية أو يتم الزمن اللازم. بعد كده الفريم ده بيقوم خارج معايا أوتوماتيك، بعد ما يخرج الفريم تبدأ تحط عينة أخرى لتمام تثبيت الطباعة. كده يبقى احنا خلصنا الطريقة الغير مستمرة. يبقى الطريقة المستمرة خلصت معايا في مكانتين، المكنة الأولانية هي ماكينة النجمة، المكنة الثانية هي مكنة العينات أو المعملية اللي هي الدي اتش. مكنة الدي اتش زي ما شفنا أمامنا في الشاشة بتقوم بعمل تثبيت لأجزاء محددة أو أجزاء صغيرة زي طباعة التيشيرتات، أما ماكينة النجمة بتاخد معايا كمية من الأقمشة. نبدأ بعد كده في النوع الثاني من أنواع المبخرات، وهي المبخرات التي يستخدم فيها الطريقة المستمرة. معنى أنها طريقة مستمرة أي أن الأتواب يتم توصيلها ودخولها إلى الماكينة مرة واحدة أو بصورة مستمرة. التبخير بالمستمر أو بالطريقة المستمرة طبعا نرجع نفتكر تاني أن هو ليه ثلاث أنواع. النوع الأول هو ماكينة الاسطوانات العلوية والسفلية، وده بيكون شكل الماكينة بتاعي. يبقى أول ماكينة عندي من ماكينات التبخير المستمر هي ماكينة التبخير ذات الاسطوانات العلوية والسفلية. هنبدأ نتكلم عنها بالتفصيل وهنعرف إزاي بتشتغل هذه الماكينة. هنتكلم بعد كده عن ماكينة التبخير على شكل برج أو اللي هي تاور ستيمر، كمان هنتكلم مع بعض على ماكينة التبخير التعليقي أو الفستون. هنبدأ الأول من أول حاجة من ماكينات التبخير المستمرة اللي هي الماكينة ذات الأسطوانات العلوية والسفلية. نبدأ نشوف مع بعض هنا شكلها هيكون إزاي. شكلها هيكون أفقي زي ما احنا شايفين كده، شكل الماكينة أفقي تمام. على اليسار من أسفل هنلاقي هنا واحد واثنين، السهمين دول دخول القماش وخروجه. دخول القماش وخروجه في هذه الماكينة بيكون من نفس المكان، من نفس المكان، يعني مش من أول الماكينة وآخر الماكينة، الاثنين بيكونوا في جهة واحدة. بيتم دخول القماش زي ما احنا شايفين، بيتم صعوده على الدرافيل او الاسطوانات السحب زي ما احنا شايفين، بيبدا يتسحب يترفع فوق خالص زي ما احنا شايفين كده، وبعدين يوصل لاخر الماكينه وينزل مره تانية زي ما احنا متابعين امامنا. هينزل القماش بعد كده ويبدا يتسلم للاسطوانات اللي احنا شايفينها اللي هم 8 اسطوانات اعلى و8 اسطوانات اسفل. دول هيبدا بقى القماش يمر الى الاعلى ويرجع تاني للاسفل، يمر على الثمان اسطوانات. ليه بمرره الطريقه دي؟ ليه بعمل فيها كده؟ عشان اديله الزمن اللازم تمام، عشان ياخد وقته داخل الماكينه. زي ما احنا عارفين دي مش ماكينه هقفلها، مش ماكينه غير مستمره، دي ماكينه مستمره، يعني دخول القماش ماشي بسرعه محدده وبيتم خروجه من نفس الاتجاه. ايه اللي بيحدد ليه بيطلع القماش وينزل اكتر من مره زي ما احنا شايفين كده؟ علشان ياخد وقته اللازم لعمليه التبخير. بعد ما بياخد الوقت اللازم لعمليه التبخير بيبدا يخرج معايا القماش من مخرج القماش الموجود قدامنا. زي ما احنا شايفين فوق في السقف في
السربنتينات اللي بتسخن سقف الماكينه، سقف الماكينه بيتم تسخينه بالكامل اولا قبل رفع درجه الحراره. هنلاقي بعد كده تحت الاسطوانات اللي احنا شايفينها دي العلويه والسفليه، تحت خالص في المكنه عندي حوض من الماء، هو ده اللي بيتم تزويده بالماء. فوق هذا الحوض موجوده شبكه، موجود شبكه، الشبكه دي بتسمح بايه؟ بتسمح طبعا بمرور بخار الهواء، بخار الماء اسفه، من الماء اما توصل درجه حرارته لفوق المية ويبدا في عمليه الغليان بيخرج بخار الماء من هذه الشبكه. هذه الشبكه موجوده لحمايه الاقمشه عشان ما يحصلش اي سقوط لهذه الاعمده الحامله او لهذه الأعمدة الحاملة للأقمشة، لو حصل أي سقوط لا قدر الله بينزل القماش على هذه الشبكة مش بينزل في المية الموجودة للتسخين. طيب يبقى عندي مكونات هذه الماكينة، أول حاجة عندي هو الهيكل الخارجي للماكينة، يبقى أي ماكينة عندي بيكون مكون الأول ليها هو الهيكل الخارجي، طبعا أكيد بيكون مصنوع من مواد عازلة للحرارة، بيكون عبارة عن غرفة، هذه الغرفة ليها فتحة واحدة، الفتحة الواحدة دي زي ما اتفقنا في اتجاه واحد بيكون لدخول القماش وخروجه منها، يبقى من نفس الفتحة الموجودة في ناحية واحدة من هذه الماكينة بيتم دخول القماش وخروجه. هذه الفتحة مزودة بفرن تسخين، ليه فرن التسخين ده موجود؟ طبعا احنا متفقين ان الماكينات دايما بتكون ماكينات مقفولة، احنا اتفقنا على ان الماكينة ماكينة مقفولة. لو بصينا تاني، لو رجعنا تاني للصورة هنلاقي المخرج صغير جدا زي ما احنا شايفين، بس هو كده في فتحة، هذه الفتحة هتمرر الهواء، انا عشان كده بزود هذه الفتحة باني بزودها بفرن تسخين موجود عندي عشان يظبط ويحفظ درجة الحرارة اللي موجودة جوه المكنة، ما يخليش اي هواء من الخارج يتسرب الى داخل الماكينة عشان يظبط معايا درجة حرارة ودرجة البخار الموجودة داخل الماكينة. طيب يبقى انا عندي يوجد حاجز عند فتح الدخول وخروج القماش عشان اخرج امنع خروج ايه؟ امنع دخول البخار من حجرة التبخير زي ما احنا شايفين. تمام، يبقى انا اول حاجة عندي الهيكل، الهيكل ده فيه فتحة من ناحية واحدة، يبقى دخول القماش وخروجه بيتم من نفس المكان. طيب علشان احافظ على درجة الحرارة والبخار الموجود داخل الماكينة بعمل ايه؟ بكون المخرج ده او المدخل او الفتحة بتاعت الدخول والخروج مزودة بفرن التسخين. طيب تاني حاجة عندي هو جسم الماكينة، طبعا اللي هو بيكون من المعدن العازل للحرارة، بيكون عبارة عن طبقتين، الطبقتين دول بيكون فيهم مادة عازلة اللي هي الصوف الزجاجي، بيعزل عندي ان الحرارة تتسرب من ماكينة التبخير الى الخارج. طبعا جسم الماكينة لا يتأثر إطلاقا بالأبخرة أو بالدرجات الحرارة العالية اللي بتتم في عملية التجفيف. تالت حاجة عندي هو سقف الماكينة، زي ما احنا متفقين طبعا في كل الماكينات ان سقف الماكينة بيكون مزود بالسربنتينات اللي بترفع درجة حرارة السقف. ليه بعمل كده؟ بنعيد تاني، بنقول ان عشان لا يتم عمل او لا يتم تكاثف اي قطرات من الماء على القماش المطبوع اللي بالتالي هتسبب التلف ليه، فبالتالي انا بعمل تسخين لسقف هذه الماكينة. بعد كده في عندي هوايات عشان تضبط عندي البخار، طبعا لازم ضبط البخار داخل الماكينة مهم جدا، وتوزيعه بالتساوي مهم جدا، لان البخار لو مركز في منطقة محددة والاخرى لا هيحصل عندي عدم تساوي في تثبيت الطباعات. يبقى انا عندي مهمة هذه الهوايات ايه؟ ان هي بتعمل على ضبط درجة الحرارة للبخار الداخل داخل غرفة التبخير لا تزيد ولا تقل عن المعدل المطلوب لعملية التبخير. يبقى الهوائيات دي بتعمل ايه؟ بتخلي ضبط البخار علشان لا يزيد ولا يقل، زي ما اتفقنا لو زاد او قل هتبصي هتلاقي حضرتك الطباعات الموجودة تثبيتها غير متساوي، في لون اقوى في اماكن وضعيف في اماكن اخرى، يبقى التثبيت هيتم بعدم تساوي على سطح الاقمشه.
موجود عندي كمان الاسطوانات العلويه والسفليه اللي احنا شفناهم، اللي هم حوالي 8 اسطوانات علويه و8 اسطوانات سفليه اللي بيبدا القماش يتمرر من خلالهم. هي مجرد اسطوانه، هذه الاسطوانه مرتكزه على كراسي من الخاصه بتاعت اللي بتحملها بمزوده برمان بيلي. هذه طبعا معدن لا يصدأ، لا يتأثر تماما بأي من المواد الموجودة عندي في عملية الطباعة أو في معجين الطباعة، ما بيتأثرش بأي بخار وما بيحصلش معاه أي تفاعل مع المواد الموجودة في الطباعة. الاسطوانات دي بتكون حرة، مجرد بس إن هو بيعدي عليها الأقمشة عشان تاخد الوقت اللازم لعملية التثبيت. بعد كده بيجي عندي حوض الماء اللي احنا شفناه في الماكينة من أسفل. قلنا هذا الحوض بيكون موجود أسفل الماكينة وبيبدأ يملأ بالماء عن طريق مضخات خاصة، بنبدأ نمرر فيه بخار. هذا البخار بيكون غير مباشر، البخار ده هو اللي بيرفع درجة حرارة الماء. يبقى أنا برفع درجة حرارة الماء باستخدام البخار. البخار عن طريق أنابيب طبعا البخار متوصلة بهذا الحوض بتاع الماء، يبدأ يرفع درجة حرارة الماء. الحوض ده زي ما اتفقنا ان عليه شبكة، هذه الشبكة بتكون شبكة معدنية مفتوحة طبعا، بتوزع البخار بانتظام وبتمنع ان اي حاجة تقع داخل حوض الماء. وده تاني شكل المكنة ومكتوب عليها زي ما احنا شايفين كده الأجزاء. لو نبدأ نشوف مكتوب الأجزاء بالأرقام، رقم واحد هو مدخل القماش زي ما احنا شايفين مع بعض، ومدخل القماش هو نفسه خروج القماش رقم اتنين زي ما قلنا. بيدخل القماش أول ما بيدخل، شايفين السهم إلى أعلى بيبدأ يطلع فوق زي ما احنا شايفين كده عند سقف الماكينة، ويبدأ يرجع تاني ويبدأ يمرر على الأسطوانات العلوية والأسطوانات السفلية. وبالتالي فإن تالت حاجة عندي هتكون الغرفة اللي هي بيتم فيها التسخين، ويبدأ البخار يدخل عندي على حوض الماء اللي موجود في الماكينة وشبكة الماء طبعا، شبكة اللي هي فوق حوض الماء، وعندي الاسطوانات العلوية والسفلية، وعندي الهوايات زي ما احنا شايفين كده قدامنا في الماكينة. طيب ايه الظروف اللي يجب مراعاتها اثناء عملية التبخير المستمر؟ في أثناء عملية التبخير المستمر في بعض من الظروف اللي يجب مراعاتها في هذه العملية. طبعا لوحدك هتلاقي نفسك خلاص حفظنا ايه هي الظروف، اتفقنا ان الظروف واحدة في اغلب الماكينات. قبل دخول القماش يبقى يجب ايه؟ يجب تسخين حجرة التبخير الى الدرجة المطلوبة زي ما قلنا. يبقى انا ما ببدأش عمليات التثبيت الا بعد وصول درجة الحرارة فوق 100، توصل لغاية 105 او 110 مفيش مشكلة، المهم ان يحصل تبخير للماء. لازم اعلي درجة الحرارة فوق درجة 100 او 101 درجة مئوية. يبقى انا اهم الحاجات اللي يجب ان اراعيها في اثناء عملية التبخير المستمر يبقى هو دخول القماش المطلوب تبخيره، ويجب تسخين حجرة التبخير طبعا للدرجة المطلوبة. طيب لازم اقفل جميع المحابس ما عدا طبعا محبس البخار المار بسقف الماكينة اللي هو بيرفع لي درجة الحرارة في سقف الماكينة اثناء عملية التشغيل او طول فترة التبخير. من أهم برضو الحاجات اللي يجب مراعاتها في تشغيل ماكينة التبخير إن أنا بتأكد من إن غرفة التبخير لا يوجد بها هواء. زي ما قلنا أول حاجة بنعمل عملية إفراغ للهواء اللي موجود داخل الماكينة قبل إتمام عمليات التسخين وإجراء عملية التبخير. يبقى عند إجراء تبخير الأقمشة المطبوعة بصبغات الأحواض كمان تحديدا، حيث أن الهواء الجوي طبعا هيأثر عندي على الصبغات وعلى كفاءة التبخير، فدي حاجة احنا بنراعيها في أي نوع صبغات وتحديدا في صبغات الأحواض، إن أنا أكون متخلص من الهواء الجوي الموجود في حجرة الماكينة. طيب
رابع حاجة عندي يجب ملاحظة ومراقبة جميع العدادات زي ما اتفقنا، الخاصة، الخاصة بإيه؟ الخاصة درجة حرارة، الخاصة برطوبة، الخاصة بكل درجات الحرارة ودرجات الرطوبة ودرجة الضغط والبخار اللي موجود داخل الماكينة. قبل طبعا عملية التبخير لازم أراعي كل هذه العدادات إنها تكون سليمة. بعد كده بيبدأ تشغيل المكنة عشان أحصل على التبخير بطريقة جيدة وأتلاشى حدوث أي عيب موجود عندي في عملية التبخير. لازم أراقب سطح ومنسوب الماء في حوض الماء، طبعا أنا بزود حوض الماء زي ما احنا اتفقنا، وطبعا بتتم عملية البخر سريعا مع درجات الحرارة المرتفعة. لازم أخد بالي كويس جدا أن منسوب الماء ما يقلش عن الحد المطلوب، علشان قلة منسوب الماء هيقل طبعا البخار داخل الماكينة، وبالتالي مش هيحصل عندي انتظام أو مش هيحصل عندي تعويض لكمية البخار الناقص. يبقى أنا بخار الماء لازم يكون عندي موجود داخل المكنة بكثافة معينة، قلة المية هتقلل البخار الموجود أو كثافة البخار الموجود، وده هيأثر عندي على طبعا عملية التثبيت. يبقى أنا براعي سطح منسوب الماء في الحوض اللي موجود أسفل الماكينة. عندي سادس حاجة لازم أراعيها، مراعاة تشغيل البخار الغير مستمر الموجود بصفة مستمرة عند سقف حجرة التبخير تاني علشان امنع تكثيف بخار الماء. تكنيك بتاع المبخرة، ضبط حرارة، ضبط بخار، ضبط درجة الضغط داخل الماكينة، التأكد من ان السقف مسخن ولا يتم عمل اي تكثيف للماء وعدم دخول اي هواء جوي، وكمان ان البراد الحاملة او الاسطوانات الحاملة للأقمشة تعمل بصورة جيدة. كده هتحصل على عملية تبخير جيدة جدا وممتازة وما فيهاش اي مشكلة. تمام، لان زي ما اتفقنا اهو كاتب لك، لان الاسقاط الماء على القماش بيحدث تلف في الأقمشة. طيب ايه العيوب الناتجة من عملية التبخير؟ هنبدأ مع بعض كده نشوف. اول حاجة تساقط قطرات مياه زي ما كنا بنقول، يبقى ده اسوأ عيب ممكن يحصل عندي، ان درجة حرارة السقف تنخفض. درجة حرارة سقف الماكينة انخفض، اذا حصلت مباشرة عملية تكثيف لقطرات الماء. قطرات الماء هتعمل ايه؟ قطرات الماء هتنزل مرة اخرى على القماش وتسبب تلفه. الطباعات طبعا زي ما احنا عارفين، احنا بنكون عاملين الطباعات في اماكن محددة او صباغة موضعية، وجود الماء هيبدأ يفرش معايا اللون وهيكون في عدم انتظامية في عملية الطباعة، وبالتالي بتفقد شكلها. يبقى اول عيب ينتج عندي في هذه الماكينات هو تساقط قطرات الماء اللي انا بتحكم في هذه العملية من درجة حرارة سطح الماكينة والتأكد انها مسخنة جيدا. العيوب برضو اللي ممكن تحصل معايا هي دخول هواء جوي. طبعا دخول هواء جوي الى داخل القماش هيحصل عندي ان القماش مش هيحصل له عملية تثبيت بطريقة منتظمة. كمان زي ما اتفقنا ان من اكتر الصبغات الحساسة الى التعرض للهواء هي صبغات الاحواض. لو تعرضت الى دخول الهواء الجوي هيحصل لها اكسدة، وبالتالي ان الصبغة الموجودة عندي على سطح القماش هتكون في صورة غير ذائبة، ولذلك يجب التأكد من عدم دخول أي هواء جوي إلى داخل الماكينة. يبقى أنا بظبط درجة حرارة السقف وأطمن إن مفيش أي هواء داخل عندي للماكينة. تلامس بقى زي ما اتفقنا، اللي بيحصل إن لو تم تلامس بين أجزاء القماش يبقى بيحصل تلطيش للطباعة. ليه بيحصل تلطيش للطباعة؟ لأن القماش صحيح داخل جاف، لكن بمجرد تعريضه إلى بخار الماء فهو أصبح مرة أخرى في الصورة الرطبة، وبالتالي أي تلامس بيحصل فيه تلطيش للطباعات، وبالتالي بيكون عيب من عيوب التثبيت. رابع عيب ممكن يحصل معايا في ماكينات التثبيت المستمر هو انخفاض او نقص منسوب المياه في حوض الماء. زي ما اتفقنا ان نقص منسوب الماء بيعمل ايه؟ بيعمل
عدم تساوي في كمية البخار الموجودة داخل الماكينة، وبالتالي بينتج عنه عدم توزيع للبخار بالتساوي بجوه المكنة، وده يجب مراعاته طبعا عند تشغيل المكنة جيدا. نبدأ في النوع الثاني من أنواع التبخير المستمر. كده احنا خلصنا ماكينة الاسطوانات العلوية والسفلية، تمام؟ نبدأ بعد كده في ماكينة التبخير المستمر برضو بس على شكل تاور. أكيد بما أنها على شكل تاور، إذن معنى كده أن كلمة تاور أو هو برج، معنى كده أن الماكينة شكلها رأسي وليست أفقي. يبقى الماكينة السابقة ماكينة الأسطوانات العلوية والسفلية هي ماكينة أفقية، يعني بتاخد مساحة أفقية. أما الماكينة التبخير المستمرة على شكل برج أو التاور ستيمر فهي بتكون شكلها شكل رأسي. طبعا ده هيفرق معايا وهيكون فيه مميزات وهيكون فيه عيوب عن المكنة السابقة. طيب يا ترى هتكون ايه اهم مميزات التبخير المستمر على شكل برج؟ القماش هنا بيمر على الوجهين، بيمر على الوجه المطبوع والوجه اللي هو الظهر الغير مطبوع ذهابا وايابا، وتلامس كمان بين القماش في هذه الماكينة بيكون ضعيف جدا، فانا بتلافى في هذه الماكينة حدوث تلامس للأقمشة، وبيكون فيها القماش معرض هنا بطريقة جيدة جدا للبخار. يبقى من أهم المميزات الموجودة عندي في المكنة التانية اللي هي مكنة التبخير المستمر على شكل برج، إن القماش المطبوع بيمر داخلها ذهابا وإيابا على الوجه الغير مطبوع والمطبوع في نفس الوقت، تمام؟ أهم العيوب بقى في هذه الماكينة إنها بطيئة بالمقارنة بماكينة التبخير الأخرى أو ماكينة تبخير مثلا الأسطوانات العلوية والسفلية. ليه هي بطيئة؟ بسبب مساحتها صغيرة، فجزء بسيط من القماش هو اللي بيدخل إلى الماكينة، في حيث أن الماكينة الأفقية كان بتاخد كميات أكبر، بتستوعب كميات أكبر من القماش. زي ما احنا متفقين كان فيها حوالي 8 أسطوانات علوية و 8 سفلية، وهو بيتيح الفرصة لأكبر كمية ملء الماكينة بأكبر كمية من القماش، وبالتالي فتعطيني سرعة في الإنتاجية وسرعة في تثبيت الأقمشة المطبوعة. أما من عيوب ماكينة التثبيت المستمر على شكل برج إن هي بتديني إنتاجية بسيطة أو إنها بطيئة بالمقارنة بالمكنات الأخرى. ده شكل الماكينة اللي هي البرج، زي ما احنا شايفين شكلها رأسي وأجزائها برضو هنتكلم عنها نفس تقريبا الماكينات السابقة، كلهم بيبقى فيه طبعا جسم للماكينة، وزي ما احنا شايفين فيه درفيل بيدخل القماش، زي ما احنا شايفين اهو دخول القماش بيرتفع الى اعلى ويبدأ يلف على الدرفيل العلوي وينزل القماش. شايفين كمية القماش اللي داخلة في هذه الماكينة قليلة، وبالتالي فهي بطيئة بالمقارنة بالمكنة السابقة. شكل الماكينة رأسي وليس أفقي. ماكينة البرج بتتكون من هيكل الماكينة. هيكل الماكينة هو عبارة عن جهاز بيصل ارتفاعه إلى 10 متر. ارتفاع هذه الماكينة بيصل إلى 10 متر. طبعاً أكيد الجدران بتاعتها هتكون من مواد عازلة لتسرب الحرارة، بتمنع أن الحرارة تتسرب من داخلها إلى الخارج. زي ما اتفقنا دايما أن هو بيكون عبارة عن طبقتين، الطبقتين دول بنحط جواهم مادة عازلة وهي مادة الصوف الزجاجي اللي بيعمل على عزل درجة حرارة الماكينة وعدم تسريب الحرارة من الداخل إلى الخارج. يبقى أول مكونات من مكونات الماكينة هو هيكل الماكينة اللي هو بيكون شكله أفقي زي ما احنا شايفين، ارتفاعه حوالي 10 متر. تاور أو برج زي ما احنا شايفين كده ارتفاعه 10 متر، معنى كده ان القماش اللي موجود داخل الماكينة زي ما احنا شايفين 10 فوق و10 تحت، يبقى هي أقصى حاجة ليها بتاخد 20 متر قماش في داخل الماكينة. طيب بعد هيكل الماكينة
نشوف تشغيل الماكينة. هو طبعا ما فيهاش أجزاء كثيرة زي ما احنا شفنا صورتها، المدخل والمخرج، بتبدأ بعد كده اسطوانات التحريك بتحرك القماش لحد الترفيل العلوي اللي هو بعد 10 متر، وبيبدأ ينزل القماش مرة تانية ويتم خروجه. كل الماكينات مزودة زي ما اتفقنا بتسخين للسقف بتاع الماكينة بالسربنتينات اللي هي المزودة بالهواء، وطبعا مزودة بحوض للماء حتى يتم عملية تبخير للماء في الماكينة وصمامات الأمان والهوايات. طيب تشغيل الماكينة بيتم ازاي في هذه الماكينة؟ هيمر القماش عندي المطبوع المطلوب تبخيره من فتحة بأسفل الماكينة طبعا، وبيمر القماش على الدرفيل زي ما قلنا اللي هو الدرفيل الواحد اللي موجود في أعلى هذا البرج، وبيبدأ يرجع مرة أخرى القماش في الاتجاه المعاكس حتى يتم عملية خروجه. يبقى الفتحة بتاعة الماكينة بتكون من الأسفل طبعا، مش من أعلى 10 متر، من الأسفل بيمر القماش على الاسطوانة أو الدرفيل في أعلى البرج. هذه الاسطوانة بتكون حرة الحركة عشان يبدأ يتحرك من عليها القماش، بحيث يمر القماش في اتجاه واحد متجها لأعلى، مع مراعاة أن الوجه المطبوع من القماش لا يلامس عندي طبعا أي جزء من أجزاء الاسطوانة، وبالتالي توجد فتحة أعلى البرج عشان يخرج البخار الزائد دون السماح للهواء الجوي بالدخول، وذلك لنتلافى عيوب التشغيل أو التلطيش في الطباعة نتيجة تلامس الأقمشة. يبقى عندي ماكينة التاور أو البرج. هذه الماكينة بطيئة، هذه الماكينة رأسية وليست أفقية. بتعمل هذه الماكينة على تثبيت الأقمشة المطبوعة، بتتلافى عندي بعض العيوب اللي موجودة في ماكينات التبخير اللي هي ذات الأسطوانات العلوية والسفلية. إيه أهم العيوب اللي هي بتتلافاها؟ إن ما بيحصلش عندي تلامس لسطح الأقمشة، أو بيتلافى عندي وجود أي تلطيش لأقمشة الطباعة، وبالتالي بتتلافى عندي العيب اللي موجود في المكنة السابقة. آخر نوع بعد كده من أنواع ماكينات التبخير المستمر هي ماكينة التبخير التعليقي. وماكينة التبخير التعليقي هي دي اللي هنبدأ بيها حلقتنا الجاية إن شاء الله، علشان نختم ماكينات التبخير المستمر. نبدأ في التعرف على كل أجزائها ونتعرف